طيب نبدا فقرتنا، حتطلع صوره حنسالك عن هذه الصوره، تمام؟ اسلم. عندنا اسئله مع الشباب، يلا طلعوا لنا الصوره الاولى شباب، طلعوا لنا الصوره الاولى. الله تبارك الله، خور جيد، العافيه والله، جيد طيب. ازي يا بندر غرير، هذا هوا بالك يا ابو عبد الله. طيب ابو عبد الله، انت وش علاقتك بالذبايح؟ كل ما جينا في برنامج تقول خلنا نذبح ذبيحه نطبخها، خلنا نذبح. والله علاقه حميميه، بس نحنها من الشر، ها، ونقدمها للمطاليق مثلكم شرواكم. شرواك الطيب. اي والله صدق احس انها تعطي جو يعني جميل. وبالنسبه لي يعني، وعندكم كذلك يعني، شيء من الكرم، شيء تربينا عليه يعني، تقدم من الاشياء الطيبه. ف جميل. وبالنسبه لي تغير نفسي يعني. اذا شفت الذبيحه في المكان ذا فعلا. صح الشباب لهم دورك، بس عاد ذا لا حضر ذيبان النفسيه تغير، لو جاي الكبده ليش؟ خصوصا اذا جاء يعني، تخيل لو عشاء دجاج. الحمد لله كلها نعمه، تلقى واحد خذها وحطه في القدر كذا، بس تلقى الذبيحه معلقه، هذا يقطع وذا يسوي يعني، فيكون فيها فعاليه، عمل جماعي فعالية. يعني. المنتج اليوم ترى شو الفندق يكلمني يقول له صراحه اقل ما يقدم لبندر غير اليوم، جبنا له ذبيحه وربطناها برا، بس يقول شكلها كانها حدنا اخذها ولا حد من ليش. الله يجعلها فده، عذر يقول عذر بعد الحرق. ايش انواع اللحوم اللي تحبها؟ والله ما يهم قلبه. اللحم الاحمر دايم في القمه او في معلش، وش اللحم الاحمر؟ اللحوم، اللحوم الحمراء، سمك يعني، بيضة ولا حمراء، دجاج ولا تونة، اللحم في اللحوم البيضاء والله هي حسب الطبخة صدق يعني. لو جينا مثلا يعني حسب طبخته أعشق يعني، ولا كل اللحوم الحمد لله أكلها يعني، سمك، سمان، حمام. سؤالي بندر، سؤالي لكن عاد العجل وكذا ربما الضيف فن لها يا فراس صادق. سؤالي أنا، أفضل طبخة تحب تطبخها أنت؟ اطبخ انا؟ اي موضوع قبل شوي تقول حسب ايش الطبخة مثل يعني قصدك؟ مندي مثلا مضغوط؟ اي ولا ابرد بالرجال في حفظة المندي. حفظة المندي؟ اوه لان الطبخة سهلة وتريح شوي، بعض الطبخات لازم تقعد تقطع القدر وتقلب، بس هذا تبله وحطه في الحفرة وصلوا بارك خاص. جميل. صاروا مع الشباب. انت من يكبلون؟ اذا بغيت حنيد بدون شيء، بغير ملح واضربه بالحفرة. مندي حط اللون الاصفر ذا بس وخلاص. ما شاء الله. سؤالي يقول، إذا شريت خروف تحطه بالحوش ولا بغرفة النوم معك؟ والله في أحيان لا دي ولا ذيك على طول. طيب تزرطه على طول. هذا يشبه سؤالي مو بسؤالي. السؤال يقول أفضل وقت تستمتع فيه في الطبخ؟ أبو حواء الظهر الليل؟ لا الظهر الصدق ما بحبه، لكن إذا كنت يطول السلامة، إذا كنت لحالي شوي، إذا كنت لحالي يعني طالع كشته مع شباب، بس إني قاعد أطبخ لحالي. هذا وقت حالة، لكن وقت معين يعني، ساعة معينة. تحب عشاء ولا غدا ولا؟ لا عشاء. عشاء. إذا كنت مفلل النوم أهم شيء. يعني مثلا بعد صلاة الجمعة تقوم روق. آخر مرة طبخت متى؟ آخر مرة قريب يعني، ما هو ب. وهل الأسبوع هذا الماضي. هل تطبخ في البيت مع؟ أنا من الأشياء اللي أستمتع فيها، إيه جينا أطبخ. من الأشياء اللي أستمتع فيها، إذا قدني يعني أمي الله يعطيها الصحة والعافية تحب طبخي. يا سلام. فلا جيت أنا يعني بالاسم يا بندر سوينا كذا. ما شاء الله. فتحب طبخي، اللهم لك الحمد. ما شاء الله. يا سلام. طيب احنا صورتنا الأولى. وش اللي تحبها الطبخة؟ أسويها بعض الأحيان يعني، توست بر بالتونة تحبها. مخلط الأجبان ذا يسمونها مفروك وذا أضبطها لها. شو اسمه السنقاري اللي هو السمك مفروش في الفرن أضبطه. ما شاء الله. المندي فوق. عندنا حفرة مندي في بيشة، لكن احط يعني اخر مرة سويته حفرت حفرة في الارض كذا بندر فوق. وين ما نشوف هذا الشيء في برامجنا، معليش وفر الذبايح وابشر بالسعد. خلوا الذبايح، لا هذه سمك إيه. سوي سمك انت تقول. بس التفاصيل هذه اول مرة نسمعها والله جد. ايوه اخو سمك الدنيس يعرفونه اخواننا المصريين، سمك الدنيس تحطه دفتر، شوف ادري كلهم طماط وبصل وتحطه تتبيلة وزيت زيتون، تحطه في الفرن سمك ايش 18 دقيقة. دنيس ليش الدنيس وليش السلمون؟ لان يعني فيها دهن. هل تعلم ان سمك الدنيس ما شاء الله ما شاء الله مستزرع كذا وكذا؟ لا مستزرع هو، ما هو طيب كله. انا ترى والله مستمتع والله بالسوالف هذا شوارع، لكن السمك الصور يعني عارف اللي عندنا كله مستزرع ما هو من البحر. هاني باقي 10 دقائق، اقل من 10 دقائق ضيف هاني، باقي صورتين هاني، باقي ترى اقل من 10 دقائق، باقي سؤالين، باقي صورتين. احس مخلص. لا باقي شوف حط الصوره الثانيه، اسحب كل اسئلتك. تفضل يلا تفضل هاني، يمكن تجي لي يلا. ها بس والله معلومة جديدة بندر، أنا أعرف تطبخ كيف، بس ما أعرف إنه أشياء منوعة. يلا ابدأ يلا.
الله. طيب انا اول سؤال عندي حق.